جزاكم الله خيرا. إذا اهتدى الإنسان فما هي الكتب التي تنصحونه بقراءتها؟ الكتب كثيرة ولله الحمد وميسورة، وأعظمها كتاب الله سبحانه وتعالى، تلاوة وتدبرا وتفهما لمعانيه وعملا بما فيه. هذا هو أعظم كتاب وأنفع كتاب على وجه الأرض، بل لا يعادله أي كتاب. ثم كتب السنة الصحيحة مثل صحيح البخاري، صحيح مسلم، السنن الأربع، مسند الإمام أحمد، والمجاميع المفيدة مثل ترغيب والترهيب الحافظ المنذري، ومثل رياض الصالحين، ومثل الأربعون النووية وشرحها جامع العلوم والحكم، ثم الأحاديث، كتب الأحاديث المبوبة على أحكام الفقه مثل رياض، مثل بلوغ المرام من أدلة الأحكام، مثل المنتقى شرحه للأوطار، كذلك سبل السلام شرح بلوغ المرام، مثل عمدة الأحكام للحافظ محمد بن سرور المقدسي وشرحها إحكام الإحكام لابن دقيق العيد، وغير ذلك من الكتب. هذا في علوم القرآن والسنة. طيب. كذلك في علوم العقيدة، نعم، مثل كتب شيخ الإسلام بن تيمية، كتب شيخ الإسلام الإمام بن القيم، كتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، الطحاوية وشرحها، الطحاوية للإمام الطحاوي الحنفي، نعم، شرحها لابن أبي العز الحنفي. كل هذه كتب طيبة ومفيدة في علم العقيدة. وفي كتب الفقه وهي كثيرة ولله الحمد، كتب المذاهب الأربعة، نعم، كلها مختصرة ومطولة ومتوسطة، كلها مفيدة. نعم. جزاكم الله خيرا. هل تذكرون فضيلة الشيخ شيئا منها لعله يهتدي إليه؟ مثلا في فقه الحنابلة، نعم، متن الزاد، زاد المستقنع وشرحه الروض المربع. طيب. وفي فقه الشافعية مثلا المهذب، نعم، المهذب للشيرازي وشرحه. طيب. المجموع النووي وتكملة المجموع، إنه كتاب حافل ومفيد. طيب. كذلك في الفقه المالكي للكافي لابن عبد البر. طيب. وكذلك في الفقه الحنفي مثل كتاب المبسوط وبدائع الصنائع. طيب. الكاساني، نعم، تبيين الحقائق، شرح كنز الدقائق للزيلعي، كل هذه كتب مفيدة، ولكن الكتب وحدها لا تكفي. طيب. لا بد من الجلوس على العلماء وقراءة هذه الكتب على أهل العلم لتلقي شرحها و تفصيلها وبيانها منهم، يكون عند الإنسان قواعد وأصول يسير عليها في تعلمه وتحصيله. لأن المثل يقول من ضيع الأصول حرم الوصول. فلا بد من أخذ العلم على خطوات شيئا فشيئا. ولا بد أن يؤخذ عن أهل العلم، سواء كان هذا التلقي في حلقات الذكر في المساجد، أو كان في دور العلم من المعاهد العلمية وكلية الشريعة. طيب. وكلية أصول الدين. فتعلم العلم هذا أمر من أشرف العلوم، وأولى ما يصرف فيه الهمة والوقت. نعم نعم نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، هل تتفضلون بذكر شيء من كتب الأصول؟ كتب الأصول كثيرة. طيب. وعلى الطالب إذا اختار معلما من المعلمين، نعم، الأكفية، فالمعلم هو الذي يختار له. طيب. ما يراه مناسبا. طيب. مثلا في الأصول، أصول الفقه، نعم، مثلا الورقات وشرحها للمبتدي، روضة الناظر وجملة المناظر للإمام موفق الدين بن قدامة. طيب. وغير ذلك من الكتب الأصولية المختصرة والمطولة. طيب. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.